حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. طلبة معهد التقنيات الطبية يزورون مرضى الأورام بصبراتة. الخدمات الصحية بنوليد تباشر الكشف الطبي للحجاج. تركيب لوحات إرشادية على طرق بنوليد. درنا تفتتح صرحا علميا جديدا. تواصل أعمال تطوير ملعب سبها لكرة القدم. ندوة لتطوير مهرجان غات في دورته القادمة. قام عدد من الطلاب والطالبات بالمعهد العالي للتقنية الطبية في مدينة صبراتة بزيارة للمرضى بالمعهد القومي لعلاج الأورام للرفع من معنوياتهم ومساندتهم في لفتة طيبة من قبل الطلاب. وجاءت زيارة شباب وشابات المعهد العالي للتقنية الطبية بدعم من قبل المجلس البلدي بالمدينة لمؤازرة المرضى الذين يعانون قسوة المرض وللاطلاع على أحوالهم وتقديم الدعم المعنوي لهم. قام عدد من الطلبة والطالبات بالمعهد العالي للتقنيات الطبية صبراتة بزيارة إلى المرضى النزلاء بالمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، وذلك لتقديم بعض المساعدات ورفع المعنويات للمرضى بالمعهد. اليوم نقوم بزيارة مع مجموعة من الطلبة لمرضى مستشفى الأورام بصبراتة لتقديم ولو جزء بسيط من بعض الأشياء ولو تكون حافز لهم وإحساسهم بأنهم فئة ما زالت موجودة في المجتمع، وليس المرض حكرا على أحد، لأن هذا المرض ربما يكون لشخص كان. ونتمنى لهم الشفاء العاجل ومشكورين على استضافتكم لنا. زيارة من أجل تعريف الطلاب المقبلين على التخرج من المعهد العالي للتقنيات الطبية بكيفية الحرص والمساعدة على مرضى الأورام بشكل خاص، وذلك لما يعانيه مريض هذا المرض من ضغوطات نفسية مصاحبة له. احنا طلاب المعهد العالي للتقنيات الطبية جينا زيارة لمرضى الأورام ان احنا نعطوهم تفاؤل وامل في الحياة، هذا ان هم يكونوا اقوى من المرض هذا، وان هم يكونوا عندهم القدرة ان يستحملوا المرض هذا. احنا جايتنا هذه ان احنا نعطوهم تفاؤل في الحياة، جبنا بعض الهدايا وان شاء الله يا رب تكون تنال اعجابهم، وان شاء الله يفرحوا بالشيء هذا اللي درناه لهم، وان شاء الله يكون شيء خير لينا وليهم يا رب بإذن الله. تجدر الإشارة إن مثل هذه الزيارات تقام أكثر من مرة على مدار العام لمرضى المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة. محمد الزواغي لقناة WTV صبراتة. انطلقت بمدينة بنوليد الحملة الطبية للكشف على الحجاج القاصدين بيت الله الحرام. مدير إدارة الخدمات الصحية بنوليد صرح لWTV إن الإدارة تسعى إلى التحقق من الأمراض التي قد تصيب الحجاج خلال فترة أداء مناسك الحج. مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بنوليد شرعنا في هذا اليوم الموافق ل 12 فبراير 2020 بالكشف والتطعيم لحجاج بيت الله الحرام الذي حلفهم الحظ في قرعة هذا العام. عدد الحجاج المستهدف حوالي 90 حاج من مدينة بنوليد ومن ضواحيها. كذلك الكشف الطبي لحالات اللي عندهم السكر والضغط وحالات القلب وما إلى ذلك. الحمد لله غالبية الحجاج بعد الكشف يتمتع بصحة جيدة، تمكنهم إن شاء الله من أداء فريضة الحج. نعكف على متابعة الحجاج حتى بعد فترة الحج إن شاء الله. إن شاء الله كما قلنا غالبية الحجاج يتمتعوا بصحة جيدة. طعمناهم طعمي الإنفلونزا والسحاي بالإضافة إلى الكشف الطبي والتحليل الثلاثي عن اللي هو الهيباتايتس بي والسي، وكذلك تحليل إيدز. إن شاء الله الحجاج غالبيتهم بصحة جيدة. وفي بنوليد أيضا قامت إدارة نادي الظهر الرياضي الثقافي الاجتماعي بالمدينة بأعمال تطوعية وخيرية تضمنت تركيب لوحات إرشادية توضح اتجاه الطريق لسائقي المركبات الآلية. قامت إدارة نادي الظهر الرياضي الثقافي الاجتماعي بإقامة لوحات إرشادية لسائقين الشاحنات والسيارات الصغيرة وباعتبار أن مدينة بني نظرا لظروف التي تمر بها البلاد حاليا بدأت ممر للسيارات والشاحنات وجميع السيارات تمر من المدينة. نظرا لتقصير الجهات في المدينة هو العمل المفروض ما يكونش عمل جهة مؤسسات رياضية وأهلية، المفروض هذا يقوم به المجلس البلدي والتسييري للمدينة. الجنوب بدأت تعبانة. أول حاجة هذا اسم دوا ما فيش وكون نهائيا، ما تدوراش حتى البرس تلقى ما تدوراش فلوسك، والفلوس ليبيا كلها معروفة ما فيش. نحن توا من قبل العيد الكبير ما خليناش قرش، توا كم أو قريب يجي العيد الكبير الثاني. من العيد الكبير كم السنة؟ السنة خلى 5 أعطوه 500 وفي اللي بحسابه 400 وفي اللي بحسابه ما لقى فيه شيء. ليش ما لقى فيه شيء؟ من التحويل. التحويل أهل الجنوب قاطعنا، الحاجة بحاجتين، الزيت والطراب نص 3 دينار، احنا هنا ناخذ فيه ب5 دينار ونص. البيض نفس الشيء 8 دينار، انا ناخذ فيه ب15، يعني هذا دوب يو الغلاء دوب الكله. المواد الغذائيه بالذات كلها غاليه والله غالب. انا عرب الاسراء، واحد تلقى عندي 7 صغار باش في الطلب حقه الطلب 5 جنيه. ايه فلوس ما بيجيب يقلبين، ما في فلوس، فلوس ما عندناش. الجنوب المفروض الحكومه كلها تسمح له نظره خاصه، الجنوب تعبان لسه ما فيش كلام. انا اللي اقدر نقول لكم تعبان للصفر، درجه صفر، لا بنزينه لا زيت لا سيوله لا تموين ولا حتى حاجه. بعد الفاصل درنا تفتتح صرحا علميا جديدا. بعد أن كانت مقاعد دراسية بدرنا تابعة لجامعة السلام الدولية في بنغازي، تم اعتمادها فرعا رسميا للجامعة، فبعد زيارة وفد من رئاسة الجامعة قادم من بنغازي واطلاعه على سير العملية الدراسية وتكريمه للطلاب الأوائل بفرع درنا، تم عقد اجتماع لاعتمادها كفرع تابع للإدارة الرئيسية. كاميرا WTV انفردت بمتابعة الاجتماع ووفتنا بهذا التقرير. هذا الاجتماع الذي يقام هنا هو بين الفرع الرئيسي لجامعة السلام بنغازي وبين مقاعد تابعة للجامعة بدرنا. الزيارة جاءت للاطلاع على سير العملية التعليمية بالمقاعد، ولكن الأهم هنا هو افتتاح هذا المكان كفرع رسمي تابع للجامعة بدرنا. اليوم بإذن الله تعالى مدينة درنا تفتح صرح تعليمي كبير جدا، سيكون لنا من هذه القاعة أو من هذا الفرع سيكون لنا توجه مجتمعي لعلاج مشاكل المجتمع والشباب. هذا الاستحقاق في افتتاح فرع للجامعة بدرنا جاء بعد جهود مضنية للقائمين عليها. نشكر قناة WTV على هذه اللقاء. الحقيقة أتت فكرة فتح فرع درنا من جانب مساهمة جامعة السلام الدولية في تنمية المجتمع، وترغب هذه الجامعة في تنمية المجتمع وإعطاء رسالة للمجتمع بأن هي عندها دور في الجانب الأكاديمي والجانب التربوي والخدمات المجتمعية. الدعم النفسي للطلبة والاهتمام بقضاياهم الاجتماعية كان أولوية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. نحن حاولنا في جامعة السلام الدولية ركزوا على الجوانب هذا، المسيرة التعليمية ماشية في نفس الوقت، الدعم النفسي للطلبة ماشي في نفس المجال، نفس الاتجاه. التربية قبل التعليم شعار مهم اتخذه فرع جامعة السلام بدرنا. نعتمد بالدرجة الأولى على التربية قبل التعليم والتحصيل العلمي، تمام؟ تشجيع الطلبة على المشاركة وتقديم كل ما هو جديد وخلق شخصية طالب ممكن أن نفيد به المجتمع. لا شك أن الاهتمام بالطالب ودراسة حالته الاجتماعية وتهيئته نفسيا أساس لتهيئة جو مناسب لاستقبال المعلومات داخل المؤسسات التعليمية، فهل ستتبع هذه الطريقة في كل المؤسسات التعليمية؟ إبراهيم غضبان، WTV درنا. تتواصل في مدينة سبها أعمال إنشاء الملعب الجديد لكرة القدم داخل مقر النادي بمنطقة الجردة من أجل تجهيزه لاستقبال المباريات والاستحقاقات المختلفة خلال الفترة المقبلة. أعمال الصيانة تجرى بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 75%. المزيد في سياق التقرير التالي. من أجل تطوير البنية التحتية لنادي القرضابية بمدينة سبها، تتواصل أعمال إنشاء الملعب الجديد لكرة القدم داخل مقر النادي بمنطقة القرضة، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 75%، وتمت عملية فرش العشب الصناعي وبدء عملية التخطيط للملعب. الفكرة هي يعني من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية في جميع مناطق ليبيا وخاصة في المنطقة الجنوبية. نادي القرضابية أحد أندية بلدية سبها. اليوم نحن داخل النادي، نسبة الإنجاز بهذا الملعب قد تتجاوز 75%. ولكن من الرغم من هذا الإنجاز والذي يعتبر له أثر في تحسين أداء النادي، لا زالت هناك بعض المرافق والتي تعتبر مهمة لم يتم الاتفاق عليها، مثل المضمار وغرفة تغيير الملابس وسياج الملعب، وتعتبر نسبة إنجاز مدرج الجمهور كبيرة تصل إلى 90%، وكذلك يفتقر النادي إلى الإنارة حول الملعب. المدرجات هذه طبعا يعني تعتبر يعني 90% منجزة، يعني ينقصها شيء بسيط جدا، هي عبارة عن استكمال المرافق، الكراسي والبنية والحاجات الأساسية الموجودة. وطبعا مع توفير واستكمال غرف داخلها الملابس، هذه ضرورية للملعب. نادي القرضابية الرياضي الثقافي الاجتماعي بسبها يعتبر من أعرق الأندية بالمنطقة الجنوبية، حيث أسس النادي في 22 من نوفمبر عام 1958. رمضان كرنفودة، WTV سبها. أبسط شيء نعانوا منه، أبسط شيء النقص اللي نعانوا منه، أبسط شيء في الإسعافات الأولية، هاو قلفظ أحيانا عندنا فيه نقص، سرنجات، يجي مريض. أمس أنا جاني مريض والله لدرجة إني انحرجت لك قريب بكيت، بنركب له اكسجين ما قدرتش، الاسوانات كلهم فاضيات. يعني ما عندنا حتى مريض يجيك اسعافات اوليه، ابسط شيء، امراض تعجز عنها. الان احنا خاشين على فصل الصيف، قريب نخشوا بعد شهر شهرين نخشوا على فصل الصيف. المفروض قبل دخول اي فصل نكونوا مستعدين له. يعني شنو الامراض اللي يكثر في فصل الصيف ونكونوا مستعدين له. لما يدخل علينا فصل الخريف، فصل الشتاء، نفس الشيء، هنا أكثر الأمراض في فصل الصيف والشتاء، نكونوا مستعدين. نتمنى من وزارة الصحة وبالذات يعني في العلاج، بما فيه من إهمال، ما فيه من تكديس وسوء تخزين متعرضاتها مخازننا، هذا نتمنى فيه نظرة صراحة، وعلى اختيار العلاج المناسب. في بعض مناطق يعاني من أمراض، واحيانا يجيبوا لي علاج ما يكونش عندي، مثلا بعض علاجات مما يكون سببهم في تخزين وتلاف، يعني في تلف. نتمنى يعني النظره كلها، يعني انسان لما يجي يخدم الوطن بصدق، اي انسان مسؤول في مكان يخدمه يعني بمصداقيه. بعد الفاصل رؤية شبابية لتطوير وتحدي بمهرجان غات في دورته القادمة. تألق مهرجان غات السياحي في دورته 25 بعد تميزه بعروض فنية وتراثية بمشاركة العديد من فعاليات المدن والقرى بالجنوب الغربي ومناطق أخرى من ليبيا. وبهدف تحسين وتطوير أداء المهرجانات في الدورة القادمة، نظمت دورة حوارية تحت عنوان آفاق ومستقبل مهرجان غات تناولت عديد المحاور. لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل ذكرا وهوية. الدولة تصرف بدون ما تستفيد. هذه النقطة التي تكلم عنها زميلي سيد. اليوم قمنا بندوة بسيطة عن آفاق مهرجان غات السياحي في المستقبل، وعرضنا السلبيات باش نبنوا عليها، أيضا عرفنا إيجابياتنا باش يحفزونا معنويا. طبعا قدمنا بعض الأفكار المبسطة القليلة لتطوير مهرجان غات السياحي باش يتم مواكبة أن مهرجان غات السياحي الدولي عن لغويا وفعليا. طبعا اهم الافكار ان يبدا المهرجان يمول نفسه بذاته. يغرق المي من البير اصغر مرتين باختلاف توازن الغار اصغرتان. ايضا المهرجان يكون عنده مستقبل، كيف ان الفرق تكون بعرض حاجه كويسه افضل فافضل. رقم واحد رفع الدعم. لا، ردة الفعل اللي كانت من الناس يعني ما شاء الله تبارك الله. اللجنة العليا تقبلت النقد وبنت عليه، إن شاء الله تبني عليه في الدورات القادمة. أيضا كبار السن صحونا ووضحونا بعض النقاط، أيضا حتى نحن عندنا أخطاء وضحوها لنا بارك الله فيهم. نشكر اللجنة العليا على الإيضاح، وأيضا إن شاء الله يكونوا يبنوا على السلبيات في الدورة القادمة. طبعا احنا اليوم في واحدة من فعاليات مهرجان غات السياحي وفي قاعة أحمد الشريف. طبعا حضرنا ندوة شباب تمكين نشر التغيير. طبعا الشباب عندهم رؤية جديدة لتطوير مهرجان وتحسين مخرجاته، وطبعا احنا ندعم الفكرة هذه باعتبار ان اي شيء لم يتطور فانه يتقادم، يعني حتى لو كان تراث وحضارة لكن ايضا تحتاج الى التغيير من ناحية مثلا التقديم والعرض وتغيير في بعض الفعاليات. اقصد انه ممكن يكون في تطوير والابداع هو اللي يحسن، يعني يعطي قيمة اكثر للمهرجان وفي نفس الوقت يقلل من التكاليف وتكون ايضا مخرجات افضل بطريقه اجمل بطريقه مبدعه. فايضا نظن ان في فعاليات المهرجانات القادمه يكون في جناح ايضا طبعا في غات تسخر بلا جانب التراث والثقافه والحضاره والتاريخ ايضا تسخر بشباب عندهم ابداعات، سواء كان اختراعات وابتكارات. يفترض ان تكون حتى هم عندهم جناح حتى يعرف شباب غات من جميع من قبل الليبيين او غير الليبيين انهم شباب ناضج، شباب عنده قدره على الابداع، شباب عنده قدره على الابتكار، وشباب عنده قدره على الابداع. ختام الحلقه، شكرا لحسن المتابعه.